السلام عليكم، اسمي فاطمة الزهراء عبد الله، سني 16 سنة، أحلامي كثيرة لا حدود لها، منها أريد أن أكون مدرسة مادة الإنجليزية كي أعلم الصغار وأن يصيرون يتحدثون بها بطلاقة، وأن أساعد أمي وأساعد نفسي وبعدها أبني أحلامي جميعها كي أصل إلى هدفي. She's Fatima Zahra Abdullawi. She is a 16-year-old. She was once a teacher of English for help the children for learn English and read English and for help her mom. And after this, she was do her dream step by step, and after this. Bye.